أعضاء غرفة التجارة وصناعة الكويت وقدموا لسمو رؤية الغرفة التجارة وصناعة الكويت بشأن الإصلاح المالي والرؤية التنموية في ضوء انخفاض أسعار النفط. أطرتهم. شرفنا بمقابلة صاحب السمو أنا مع أعضاء مكتب غرفة التجارة وصناعة الكويت، والغرض من هذه الزيارة هو اليوم الظروف اللي تمر فيها الكويت اقتصادية مع انخفاض النفط تتطلب جهود الجميع أن يؤازر ويتابع صاحب السمو وحرصه وتصريحاته التي تحاول أن تضع الكويت بمركز مالي أهم من الوضع أثناء الرفاهية وأثناء النفط. اليوم كما تعلمون انخفاض النفط أثر كثير على سمو، وأصبح الكل يفكر في الميزانية للمستقبل، خاصة أن الكويت تعتمد أكثر من 90% ميزانيتها على النفط، علما أن كثير من الدول حاولت ونجحت محاولتها في تحاشي الموضوع، أصبح النفط لا يمثل 50% بعض 60%. نحن نحاول كقطاع خاص غرفة التجارة والصناعة أن نتعاون مع صاحب السمو ومع الحكومة لإيجاد سبل ووسائل أخرى بجانب النفط يكون دعم لميزانة الكويت وإيرادات الكويت، وإحنا بقناعة أنه فعلا في هناك عدة وسائل ممكن أن نتخذها وتدعم هذه، والحمد لله كان صاحب السمو جدا متحمس الموضوع وكان قال لنا بقصة يؤازر هذا الموضوع ويقف مع القطاع الخاص لتنفيذ هذه المتطلبات بإذن الله. أيضا خبرنا الثالث أعزائي